It's a new world record. He smashed his own world record by 10 kilograms. يعني انا بس اروح مثلا بلعب اي مكان اي فئه بلعب فيها المنافسين اللي معي ما خلص ما بيطلعوا على الرقم بصير يلعبوا على ثاني ثالث ما بفكروش بالرقم الاول ما بفكروا فيه. My word indeed. Abdul Karim Mohamed Ahmed to break his own world record by 10. Roared on by the crowd, he's celebrating. They are. كنا حاطين هون 260 بننزل تحت حاطين يعني في مخيلتنا نعمل 62 بباريس بس اللي هو رقم عالم 2 كيلو زيادة عملنا 270 لسه ما سجلناها. بلشت بسبعين كيلو بال15/3/2009 ب7/9/2024 بالضبط عملت 270 كيلو. 200 كيلو كانوا هذول خلال شغل ما يقارب 15 سنة. ب 2009 جيت هون اول يوم الي كان ب 15/3/2009 كان في اختبارات لاختيار المنتخب عملت 70 كيلو روحت بس 70 كيلو حكوا لي مع السلامه يعني شو جاي تسوي. بعد فتره طلبوني للمنتخب صرت اشتغل معهم شاركت باول بطوله بال 2010 انا ما كنت ملتزم بالتمرين نهائيا كنت اجي يوم واحد الاسبوع. ب 2014 شاركت ب دورة ألعاب آسيوية كانت بكوريا عملت 191 كيلو جبت ذهبية روحت. بلشت أدخل شوي بالاتحاد وإني ما أعطر كثير وكذا وهيك لغاية 2016 رحت على البرازيل أجيب ذهبية إن شاء الله كانت ذهبية بس ما كان نصيب روحت ولا إشي. كانت نقطة كثير صعبة علي كثير 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 يعني أنا من ذهبية لولا إشي واروح على البلد وكان في استقبال كبير وتكريم كبير وكان في تكريم مادي يعني مبالغ كويسه كمان ايامها من اللجنه الاولمبيه. انا كنت بدي اطلع من مرحله الدين ومرحله الفقر ومرحله يعني شو ما كان انت وانت مديون وعلى التمرين مخك ما راح يكون صافي للتمرين. خلال شهرين اتخطيت الصدمه اللي كانت معي ورجعت اشتغل بقوه من 2016 التزمت ولغايه 2020 التزام كامل تدريب يومي تدريب مكثف عشان اوصل اولمبياد طوكيو. وصلنا اولمبياد طوكيو بمعاناه كبيره كانت طويله قصه طويله ما وصلنا وبالتاجيلات وكذا وهيك جبنا باولمبياد طوكيو ذهبيه. من طوكيو ولغايه باريس ما عطلت ولا يوم. انا عندي رقمين عالم ورقمين بارالمبيك وذهبيتين اولمبياد وذهبيتين عالم وذهبيتين اسياد. فهي خطه تبعتنا ان شاء الله نعمل ثلاث ارقام عالم ثلاث اوزان مختلفات بنكون عملنا شيء لم ولن يحصل فيه تاريخ رفع اثقال بالعالم كامل.